تقديم بسيط في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جعل من رواية حسن أريد الناطقة السابقة باسم القصر. رواء مكة تثير شغف الكثيرين في رمضان للبحث عنها وقراءتها والتعمق في أحداثها. ففي حديث المقرئ أبو زيد أمام فقهاء دين أصر على إعجابه الشديد بالمؤلف حسن أريد الذي وصفه بالمفكر والمثقف والمجدد والفيلسوف وخيرة خريج فوزه في المدرسة المولوية. وأثنى أبو زيد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على المستوى الرفيع للغة العربية التي يكتبها حسن أريد وكذا إتقانه للغتين الفرنسية والإنجليزية فوق إتقانهما له أهلها. وأشار أبو زيد أن زيارة مجاملة للحج قام بها الكاتب والتي حولت تفكيره جملة وتفصيلا بعد أن خاض في كل أشكال الفكر خاصة للعلماني معلنا بعد ذلك العودة إلى المنبع الأصيل للإسلام والذي ولد عليه في قريته جنوب المغرب بعد مراجعات فكرية عميقة. واعترف أبو زيد أن رواية رواء مكة أحدث لديه تغييرا كبيرا. وأقسم أبو زيد في هذا الصدد أن أبو زيد قبل قراءة الرواية ليس هو أبو زيد بعد قراءتها. والرواء بالضم والمد المنظر الحسن على لسان العرب، إنها الكعبة دلالة تقوي بصيرة المتبصر وتسدد فكرة المتفكر كما يشير إلى ذلك حسن أريد عن الحيحي نقلا عن الرحلة. وصدر للمؤرخ والأديب حسن أريد عن المركز الثقافي العربي كتاب رواء مكة سيرة رواية سنة 2017، ويتضمن الغلاف قائلا: وأتممت الحج كانت الكعبة المشرفة لقاء مع ذاتي، كان طوافي بحتا، ولما أن فرغت سعيت، وبعد السعي انزويت جانبا أنظر إلى ما حولي وأتملى حياتي، قد كان لحجي ألا يكون إلا شعيرة، وفجأة نعم كماء يتفجر من الأعماق تحول رواء انبجس من داخل نفسي، كنت أشرب من ماء زمزم من كوب من ورق مقوى وأنا أنظر إلى جموع الساعين يمشون في رفق، ثم ما يتلون ما يلبثون أن يهرولوا، هل لكل ما أرى من معنى؟ وفجأة وقفت وأنا أردد بلى، وهل الحياة إلا تلبية لنداء الله له وحده لا شريك له. وهو بوح الكاتب بقوله: لقد وعدت أن أبوح ولكني لا أستطيع، أحوم حول الحمى وأستجير بالإشارة عوضا عن العبارة. وفي نظر إدريس الكمبوري: سمعت كلام المقرئ أبي زيد الذي صارت به الركبان حول رواية الصديق حسن أريد رواء مكة بعض الضجرة التي أثيرت حولها. قبل قليل سألني صديق عن رأيي فلم أجد جوابا سوى أن المقرئ شخص خفيف ظريف، وما قاله عن رجل سلطة لا عن مثقف، ورأيي أنه قلل كثيرا من قيمة أريد حين قال إنه المثقف الوحيد بين المجموعة الذي درس معها فقط في الوقت الذي بخس من قيمة الآخرين، فهو مدح في معرض الدم للجميع. وأضاف الكمبوري: أما الرواية فليست سيرة حقيقية، وهذا تلبيس كبير، هي رواية متخيلة مكتوبة كتقليد لكتاب عبد الله حمودي سيزون على مكة. وكثيرا ما لاحظت هذا التوجه نحو التقليد لدى سيوري، فقد كتب سيرة حمار تقليدا لسيرة بقرة الهرادي، والأصول الاجتماعية والثقافية للنظام السياسي المغربي تقليدا لكتاب العروي الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية، وأفول الغرب تقليدا لكتاب أفول الغرب لشبلانجر، ثم رواء مكة على خطى حمودي. مع ذلك سبق لي أن كتبت عن سيرة حمار وقلت إنها سيرة شخصية تقريبا. ويختتم الكمبوري تدوينته قائلا: أنا لدي موقف قلته لأريد قبل أعوام
وهو أنه نموذج حقيقي لمثقف السلطة الذي يفكر من داخلها لكن بلسانه، وهذا لا يقلل من عمله، بل بالعكس، أن الكثير من الإصلاحات في أوروبا ساهم فيها رجال البلاغ. وعلى العموم نحن بحاجة إلى الوضوح. وحول رواء مكة قال عادل بن حمزة برلماني سابق: إنها عمل أدبي مرفيع بلغة جيدة كعادته، ولو أنني أكاد أزم أن أريد لم يكتب سيرته الذاتية إلى اليوم، حيث اختار بت أجزاء منها في أعمال روائية مختلفة سابقة. وأضاف ابن حمزة في تدوينة عبر الفيسبوك إن ما قاله المقرئ في حق أريد بأنه كان منحرفا فكريا وسلوكيا تبقى انطباعات شخصية قد تتفق معها جملة وتفصيلا وقد تختلف معها في بعض التفاصيل. وفي نظر خالد زهري الكاتب والباحث فيرى أن حسن أريد بهذا التحول قد انتقل من طور طرح الأسئلة التي قد تقترن ببعض الآفات من قبيل التساهل في أخذ بعض الواجبات الشرعية إلى الواجب إلى الجواب عن تلك الأسئلة وما تقتضيه من تحمل الأسئلة يا أخ من تحمل المسؤولة الأخلاقية لدى الاقتناع بالإجابات التي عثر عليها. كل ما في الأمر إذن أن حسن أريد رجل شريف يحترم نفسه ويتحلى بروح المسؤولية ويدرك جيدا ما معنى أن يكون وفيا للمبادئ، بمعنى أن يرى أن كل مبدأ ديني أو أخلاقي يحمل وراءه قيمة أخلاقية يجب التخلق بها، وما دام قد استقر على مبادئ جديدة فلا معنى لخيانتها. وأضاف هذا على النقيض تماما من طريقة الإسلاميين في التعامل مع الأشياء، طريقة لن تقوم على الانتهازية والوصولية والخيانة وشراء الدمم وعض الأيادي التي تحين إليهم. وتابع قائلا: أخشى ما أخشاه أن تتخذ هذه الذئاب الملتحية الشرسة من رواية رواء مكة مشجبا لتمرير خطاب إسلاموي بأن للناس تهلله ونفاقه وخداعه، وأن يتحول إلى مشجب تتعلق به الحركات الأصولية لتجبر به الكسور التي حلت بكيانهم، أو ستار تغطي به فضائحهم السياسية التي أفرزتها أخلاق النفاق والانتهازية والوصولية. ويختتم قوله: أخشى ما أخشاه أن يرفع بضم الراء وفتح الفاء رواء مكة لتختبئ وراء صفوف من المرتزقة بالدين لتحقيق مكاسب سياسية جديدة بعد أن لم يتركوا في الأمة أي مكسب إلا واستولوا عليه أو خربوه أو وضعوا المتاريس لئلا يصل إليه غيرهم، وتركوا الشعب المغربي على حافة الانهيار والتسول المهين. اللهم قنا شرهم واجعل كيدهم في نحرهم. وعلى مدار أيام طويلة قبل وبعد رمضان تقاسم المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رواية رواء مكة باحثين فيها عن كل ما قيل عن هذه المراجعة الفكرية عن ملحد سكر مدمن على الخمر يعود إلى رشده. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.